والمزيد حول الفعالية الخيرية التي نظمها التحالف الوطني مع مراسل إكسترا نيوز كريم كمال الذي وفانا بهذه الرسالة من بني سويف. مشاهدي إكسترا نيوز في كل مكان بعد التحية، بتستمر جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية في كافة محافظات الجمهورية في تقديم كافة الخدمات التي تحتاجها الأسر الأكثر احتياجا من قرية العواونة بمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، حيث قام أعضاء التحالف الوطني بالتعاون مع جمعية رسالة بتقديم ما يقرب من 250 شنطة تسمى شنطة الخير، والتي تحتوي على كافة المستلزمات الغذائية التي تحتاجها الأسر الأكثر احتياجاً خلال شهر رمضان المعظم. هذا بالإضافة إلى أن هناك جولات من قبل أعضاء جمعية رسالة على البيوت لمعرفة إن كان هناك ما يحتاجه المواطنين بداخل هذه المنازل من مستلزمات طبية، وبالتحدث أيضا مع السيدات إن كان هناك أدوية خاصة للأطفال. هذا بالإضافة إلى توفير علاج لأصحاب الأمراض المزمنة. أيضا هناك جهود من أعضاء جمعية رسالة بإعادة بنى عدد من المنازل، ببنى أسقف للمنازل، وأيضا توفير وصلات مياه. كل هذه الجهود تأتي في إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والأسر الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان المبارك. بشكركم وعودة إلى الزملاء في الاستوديو.